النهارده الساعة 7 عندنا موعد مهم جدا، هينتظر كل المصريين أو بينتظر كمان كل المصريين وكل عشاق منتخب مصر عامة، وهذه البطولة الكبيرة كأس أمم أفريقيا، مصر وموزمبيق وضربة البداية. وإن شاء الله بإذن الله نشوف زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة النهارده، يعني ما يرضينا قولا وموضوعا، عايزين نشوف المنتخب بيلعب بجد والنتيجة بإذن الله تكون لصالحنا. كلام كتير جدا عن البطولة وغيره، بس خلينا في البداية نرحب بالأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. صباح اهلا يا فندم. اهلا بيكم يا اساتذه، اهلا وسهلا، نورنا وشرفنا بوجودك. كل حاجه حلوه، ربنا يخليكم. طبعا عندنا كلام وجودي معاكم طبعا. ربنا، ده شرف لينا احنا يا كابتن عصام. وطبعا عندنا اكيد حاجات كتير عايزين نقف مع حضرتك عندها متعلقه بالنسخه دي من البطوله ورؤيتك ليها ومدى اختلافها عن النسخ السابقه ومدى جاهزيه المنتخبات المشاركه في النسخه دي. هي النسخه دي طبعا كما يعني شبيهاتها مش هتختلف كتير، غير يعني ببساطه حفل الافتتاح كل قوم يعني واللي بيقدروا يعملوه. فعشان كده انا سعيد ان في الكوت ديفوار يعني الناس عملوا شيء رائع على مستوى افريقيا بلمسه افريقيه، لكن ما عندوش ابهار، ما عندوش يصرف على هذا المستوى، فاكتفى بالافكار واكتفى بانه يقدم نفسه للعالم العالمي الكروي يعني بهويته، وده شيء يعني مرضي جدا. ولو يعلمون يعني جمهورنا العظيم انه قارتنا دي تحتاج فعلا تنقل البطوله. البطوله يا جماعه مش ملاعب كره وبس، البطوله دول مانحه، البطوله مستشفيات اضافيه للبشر مش بس للماتشات. شفنا بلدان يعني احنا مسكنا الموبايل في مالي قبل الساده الوزراء كان لسه داخل وكذا، وبالتالي لا، حق كره القدم انها تنور القاره في اجزاء كتيره غير الكوره. فعلا حفل على بساطته جميل، واعتقد ان حتى نسب المشاهده حول العالم كانت رائعه، لانه هذه افريقيا يعني. انت مش محتاج تعمل حاجات 3D و3-4 و3-7، سيبها الاهلاء واتفرج معاهم في هوليود يعني، هوليود الكوره يعني. لكن انت هنا بتقول هذه افريقيا، نسخه اعتقد هتبقى محترمه. هذا الزخم من زيادة مش مساحة وعدد الخبراء والشركات المسوقة والصناع، لا، ده دخولهم في التفاصيل، اللي وصل قبلها بشهر واللي وصل بقاله سنة عمال يتجول عشان يشوف إيه حكاية المدارس الكروية في أفريقيا، إيه المنتج اللي هنا. بطولة أعتقد إن هي هتبقى فارقة يعني، كوت ديفوار هتكون فعلا فارقة في الصناعة بقى مش بس في المنافسة. المنافسة ما شاء الله انت عندك في كلاس ايه في اوروبا لعيبة كتير جدا من هذه القارة البكر يعني، لكن في الاخر كلهم حاضرين بالظبط. على مستوى الصناعة هتفرق كتير جدا جدا، لان الصناعة دي تستطيع ان هي زي ما قلت لحضرتك، وحضرتك طبعا عارفين، بنقول لجمهوركم المحترم ان تؤثر في اقتصادات دول، وده امر مطلوب لقارتنا العظيمه دي الحقيقه يعني. طيب احنا اتكلمنا عن حفل الافتتاح، تعالوا نتكلم بقى كابتن عصام مع حضرتك عن المباراه الافتتاحيه، وهل كان متوقع الى حد ما برضو النتيجه؟ وفي نقطه عجباني جدا، ولو حضرتك برضو تقول لنا تعليقك ورايك، التحكيم المصري اللي كان حاضر بقوه وبقوه ناجحه وبصوره رائعه بصراحه جدا، اعتقد لفتت نظر الجميع، ما كانش في اخطاء تحكيميه بنسبه كبيره جدا. امبارح الواحد يعني مش سعيد ولا حاجه، لا، لكن المفروض دي طبيعه تحكيمنا، تحكيمنا ده هو، وده مش كلام انا، الطبيعه اللي كانت غايبه يعني، واللي يزعل يعني لما نقول كنا، كنا، ما هو كنا دي اللي بنيجي منها للحاضر واللي بنستشرق منها للمستقبل. ما انت هو يا عم، انت وهو اهو، وهذه ليست الجوله يعني الاولى لتالق البعض او كل الطواقم يا جماعه. طب ما انت عندك النسخه، بس للامانه هو يجد حمايه، هذا الطاقم يجد حمايه، لكن هنا ممكن يتباع في ثانيه بالبلدي بلغه الكوره هنا، وعرضه للانتقادات دايما، بالظبط، ولا احد يدافع. لكن انت هناك وانت في كوت ديفوار الراجل بيعمل له كده، لانه لو جنجح حتى وانت في بلد المحبوب ما فيش هزار، في لجنه وفي كذا وفي اجتماع بعدها وتنال عقوبه، تنال عقوبه، ما بنهزرش. امبارح شيء يساوي مصر التحكيم كويس. ولا غلطه بنسبه 99%، شيء رائع. طب ليه وشيء الشده محترم. والصرامه موجوده برانا وجوانا الدنيا مرحرحه؟ ما انا قلت لحضرتك عندك حمايه،